الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. فانظر إلى رجل سقى كلبا تملكه الظما من ربه نال الرضا وجزاه مولاه الجنان. فانظر إلى رجل سقى كلبا تملكه الظما من ربه نال الرضا وجزاه مولاه الجنان. الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. أما التي ما أطعمت هرا ولا حتى سقت حبسته مات فأدخلت في النار باءت بالهوان. أما التي ما أطعمت هرا ولا حتى سقت حبسته مات فأدخلت في النار باءت بالهوان. الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان.